رفض دانيال بالمار المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري كل التسريبات المتعلقة بعمل المحكمة. جاء ذلك بعد تسريبات عن اتجاه المحكمة لتوجيه اتهام إلى عناصر من حزب الله بالوقوف وراء عملية الاغتيال. ساحة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005 عادت إلى الأضواء مجددا بعدما أعاد محققون تابعون للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصوير تلك الساحة بتقنية ثلاثية الأبعاد لوضع تصور أفضل عما حصل. لكن لغطا كبيرا ثار حول عمل المحكمة بعدما حذر الوزير السابق وئام وهاب المتحالف مع حزب الله من حصول فتنة داخلية بفعل تسريبات من المحكمة تتجه إلى اتهام المسؤول الأمني السابق لحزب الله عماد مغني بالوقوف وراء العملية. وأضيف إلى ذلك معلومات غير رسمية عن طلب من المحكمة باستدعاء ستة من حزب الله لأخذ إفاداتهم بصفة شهود. استدعاء أي شخص لسماع شهادته أو الذهاب إليه، يعني هناك إمكانية ذهاب إليه لاستماع شهادة هذا الشخص أو استجوابه، هذا لا يعني أبدا 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 ولا بأي شكل من الأشكال أنه متهم. لكن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بالمار وصف المعلومات المنقولة عن التحقيق الدولي بأنها مجرد تسريبات وتخمينات وأنها أمر مؤسف ولن يؤدي سوى إلى تضليل الرأي العام. أما حزب الله فيعتبر نفسه غير معني بما يقال، إذ سبق لصحيفة ديرشبيغل الألمانية أن وجهت إليه أصابع الاتهام العام الماضي فوصفها بأنها أصابع إسرائيلية، ولكن مقربين منه يبدون خشية من تسييس القضية. اتهام سياسي، والاتهام السياسي إذا كان العالم ومن يقف وراء المحكمة الدولية يريد فتنة في لبنان فيمكن أن تحصل الفتنة إذا استمروا في هذا الاتهام، وإذا طلبوا أشخاص وأصروا على استجلاب أشخاص من حزب الله للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمرت العام الماضي بالإفراج عن 4 من كبار الضباط الذين احتجزوا لمدة 4 سنوات فيما يتصل بالقضية بعد أن قالت إنها لا تملك أدلة ضدهم، أمر اعتبره حزب الله حينها دليلا على ما وصفه عدم عدالة التحقيق الدولي. أما تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد رفيق الحريري فهو يرفض التعليق على عمل المحكمة الدولية ويتمسك بموقف أعلنه منذ انطلاقة عمل المحكمة عام 2009 ويقول إنه سيقبل حكمها مهما كان هذا الحكم. محمد نون، بي بي سي، بيروت.